التقينا أعزائي المشاهدين مع مخرج مسرحية جسر الأبد السيد يان ويليامز. Hi Yan, how are you? How are you? Are you okay? I'm very fine, thank you. Okay. I'd like to ask you about the this play, جسر الأبد. Yeah. How the idea came to your mind to perform this play? Well, first of all, it did not come to my mind. We are in the Jerusalem area. Trying to look for people that need training, that would like to be well good professionals in youth theater. Mm-hmm. And with Raida and Khaled, we found two people from the theater group INAD that we would love to work with. They found the text, and together we studied it, and we found a very nice possibility for a story that we could tell in a style for young people that that has a nice message for young people in Palestine, and that is also very good for adults. Okay, I need to translate. أعزائي المشاهدين أنا سألت يان مخرج مسرحية جسر الأبد بالنسبة لفكرة المسرحية كيف أجت براسه وقدر إنه يخلق منها مسرحية. بالطبع قلنا إنه إحنا محتاجين لشباب يشتغلوا بعمل مسرحي جيد، فبالطبع اختار خالد المصو إنه يقوم في دور فارس. واختار رائدة غزالي انه تكون في دور رجاء. قرأوا التكست تبع المسرحية، حاولوا انه يشتغلوا عليه وأدوا المسرحية بشكل جيد اللي هي جسر إلى الأبد. Okay, second question is how did you see the people tonight? Did they like the play? I believe so. It was a wonderful show. It was a little bit we were a little bit nervous because it was the first show since the Amman festival that we performed. We have all kind of other business to take care of at the moment, but it's great to be here. We know the house of course very well. It's nice to be here with the show. Wonderful. Thank you a lot. اوكي بالنسبة طبعا للسؤال الثاني انا قلت له كيف كانت ردة فعل الناس لما جيوا للمسرح ويشوفوا مسرحية جسر الأبد. قال الناس كثير حبوا هذه المسرحية. بالبداية طبعا كانوا شوي متوترين لانه كانوا لهم فترة مش عارضين هذه المسرحية، لكن بعدين دخلوا بالدور وقدروا انه يوصلوا رسالة معينة من مسرحية جسر الأبد للناس. Thank you a lot. Thank you. أعزائي المشاهدين من خلال شاشة تلفزيون فلسطين التقينا بالفنانة رائدة غزالي. بنقول لك يعطيك العافيه رائد. الله يعافيك. ابدعتي انت اليوم. شكرا. على فكره حضرت المسرحيه. شو اخبارك؟ منيحه الحمد لله. خبرينا شوي عن رجاء، شو رايك؟ خبري الساده المشاهدين عن دور رجاء في مسرحيه جسر الى الابد، شو كان الدور؟ رجاء. انا عشت مع رجاء لمده سنتين لهلا، فبعرفش قديش بقدر احكي. بس رجاء هي شخصيه من المجتمع طبعا. امرأة من مستوى معين اللي هو تقريبا غني، اللي بتواجه مشاكل نفسية خاصة في كيف تتعامل مع المجتمع حواليها، وبالصدفة بتقابل شخص كمان من المجتمع بس من طبقة مختلفة، من اللي بيعانوا بطريقة مختلفة عنها، وبتبدأ تتساءل شوي شوي معه ليش كيف بتصير الأشياء وكيف لازم تستوعبها وكيف لازم نساعد بعض. ومن خلال هاي الصعوبات وهاي الصراعات معها ومع هذا الشاب بتقدر توصل لنتائج كبيرة، وبتقدر تخرج هذا الشاب من شعوره بالذنب القاتل اللي ممكن يوصله للموت، وهي فعلا تنجح انه تخرجه من هذا الوضع اللي هو فيه. وطبعا هذا كله من ابداع غسان كنفاني في انه حطه على الورق. خالد، شاشة تلفزيون فلسطين معك والكاميرا معك. طبعا انا خبرت السادة المشاهدين انه انت قمت بدور فارس. حقا والله انت فارس. شو رايك بهذا الدور؟ انا بحب شخصية فارس كثير، وفارس هي الشخصية اللي بتقول لكل شباب فلسطين انه الحياة يجب ان تستمر، لانه هو فات في مرحلة الوهم والاحباط واليأس، واحنا اذا شباب هذا الوطن، اطفال هذا الوطن فاتوا بهذه المرحلة، مرحلة اليأس والاحباط،
معناته مشكلة كبيرة، لكن بالتعاون هو والشخصية الثانية رجاء قاموا هذا اليأس وحطوا جواتهم الأمل والمثابرة والصدق والتعاون، لأنه إذا ما كانش في تعاون وحب وإخلاص ما تستمر المسيرة. وهو في البداية كان يقول جسر للموت، بده جسر للموت، لكن بالنهاية اتضح أن الحياة فيها إمكانية يكون فيها جسر إلى الأبد وليس جسر إلى الموت. طيب أنا بدي أسألك سؤال، في دم هلا ولا ما في دم؟ لا زي ما جرحت حالي. أنا على فكرة بدي أحكي للسادة المشاهدين، أنا كنت بتابع هذه المسرحية، كنت قاعدة جوات المسرح وكنت بشوف العرض، كنت كتير مستمتعة فيه، لكن أجت لحظة هيك خفت فيها لما خالد أو فارس جرح حاله، فما ما في دم صح؟ لا لا ما كانش في دم الحمد لله. الحمد لله، يعني أنت هلا معافى. أنا خدعة مسرحية. خدعة مسرحية، شوفوا قديش المسرح بيقدر يخدع الناس. قد الكاميرا فكرات؟ المسرح ما بيخدع الناس، أنا بقول أنا بفكر إن المسرح هو أصدق إشي بيقدر يوصل رسالة صادقة للناس ويعبر عن أحاسيسهم وعن شعورهم. على الرغم أن المكان مليء بالوحدة والشعور بالذنب، في مسرحية جسر إلى الأبد يحاول فارس ورجاء البحث عن طريق يتوصلان فيها ويتفاهمان ويرتبطان بقوانين الزمان والمكان. أعزائي المشاهدين، التقينا بمهرجان ليالي القدس بسيادة المطران سمير قفعيتي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكي. شو رأيك بهالجو حلو؟ أول شي جو القدس دائما حلو وليالي القدس أحلى، وأهلا وسهلا في النشاط الثقافي التراثي بالجميع في القدس. القدس مفتوحة بالنسبة لنا الفلسطينيين، مفتوحة ثقافيا مسرحيا تراثيا بالرغم من كل الإغلاقات وإعلاميا. وأهلا وسهلا بتلفزيون فلسطين في القدس. أهلا وسهلا فيك سيادة المطران. في البداية حابة أعرف شو رأيك بمسرحية جسر إلى الأبد بعد ما شفت هذا العرض الحلو؟ لا شك أنها تعبر عن فلسفة فلسطينية للأخ المرحوم الشهيد غسان كنفاني، وهي تعبر عن الفلسفة الوجودية، وهي تطابق الفكر الوجودي الفرنسي برتراند راسل، الدائرة المغلقة أو المفرغة، ولن يستطيع ويتمكن من هذا الفراغ أو اليأس إلا الرجاء والأمل، والتحلي بالرجاء والأمل بالرغم من انغلاق الدائرة ومن الرغم من فراغها، فيستطيع أن يخترق الرجاء هذه الدائرة ويفتحها لتصبح خطا مستقيما مفتوحا. تذكرني برواية برتراند راسل الثلاثة الذين عاشوا في غرفة منغلقة ولم يستطيعوا أن يخرجوا من تلك الغرفة إلا بعامل الرجاء وبعامل الإرادة. عندما تريد يصبح كل شيء ممكنا، إذا لم تكن الإرادة موجودة فلا يمكن يستسلم الإنسان لليأس وللموت. وخرجت بانطباع أن رجاء مثلت الإرادة وأنها تمكنت من الموت، فنقول هنا للموت: أيها الموت لا تفتخرن بقوتك، إن الحياة أقوى من الموت. حلو هذا الكلام. سيد المطران سمير قفعيتي، بالنسبة لمهرجان ليالي القدس المسرحية، يعني هذا المهرجان أجى بالوقت المناسب بكل الظروف اللي منعيشها، الظروف السياسية اللي بتعيشها قاعدة مدينة القدس، شو رأيك؟ ما في شك انه هذا المهرجان ليالي القدس، المسرح الفلسطيني المقدسي المفتوح الان، هو باب الامل والرجاء الذي يخترق هذه القدس المغلقة عسكريا والمغلقة احتلاليا، ولكنهم لن يتمكنوا من احتلال النفس والفكر والثقافة والتراث،
فهذا أقوى من كل حدود ومن كل حواجز. إننا نتمنى على إخواننا المقدسيين المثقفين والمثقفات في مدارسنا وفي الجامعات وكذلك الذين يتمكنون من الدخول إلى القدس أن يستفيدوا من ليالي القدس من هذا المهرجان ليليا. فالمسرح من أقوى التعابير التي تعبر عن رؤى الشعب وعن طموحه وعن وصوله إن شاء الله إلى الاستقلال الكامل. لا يجوز أن نقتصر هذه الاحتفالات على فئة من المختصين بالمسرح. المسرح هو للكل وليس للمختصين فقط. فنرجو من هذه البادرة العظيمة أن تنمو، أن تتسع دائرتها وأن تشمل جميع أهل القدس، فيستطيعون أن يحضروا مسرحية وبعدها يذهبون للقاءات اجتماعية أو غيره. يجب أن نحيي القدس صباحا ظهرا بعد الظهر ومساء. يجب أن نحييها بحضورنا في كل هذه النشاطات. والله شوف كلمة جسر باللغة العربية من أجمل الكلمات، لأنها يعني كلمة جسر هي رب، جسر العودة، يعني في مصطلحات كثير جميلة في اللغة العربية تسمى كلمة جسر. المسرحية اليوم كمان بتشجل تطلعش عن هاي القاعدة، هي أعطتنا جسر كمان كبير للأمل والحياة. هي كمان جسر إحنا عبرنا من خلاله، من خلال حضورنا إله عبرنا لمفاهيم ومعاني جميلة جدا. هذه الطاولة اللي إحنا عادين عليها واخترناها، الموجودين إخواننا من غزة نعيم والأخ حسام المدهون. حسام أهلا وسهلا فيكم، أنتوا كلكم ممثلين؟ حسام ممثل ونعيم مخرج، إذا حتكون مخرج العمل رح نشوفه بكرة إن شاء الله. نعيم بدي تحكي لي كمخرج، هيو يان على فكرة موجود قاعد بطلع علينا، مخرج مسرحية جسر الأبد، he's a director also. Okay. For the play tomorrow. في البداية بدي تحكي لي عن مسرحية جسر الأبد من ناحية إخراجية، أنا بدي أسألك كيف لقيتها؟ هو أستاذي أنا ما أقدرش أحكي قدامه. المسرحية هي ثاني مرة أشوفها، شفتها المرة الأولى في عمان مهرجان عمان، وهي ثاني مرة وبنفس القدر من المتعة والانشداد لها كان في عمان زي ما هي هنا في القدس. المسرحية حلوة جدا وبتقول إشي رائع وإخراجيا يعني ما فيش كلام عليها. نعيم إيش وصلت لك هاي المسرحية؟ شو وصلت؟ وصلت لحاجات كثير الصحيح، يعني وصلت لأنه لا حياة مع اليأس في الأساس، يعني هاي الرسالة الكبرى، لا حياة مع اليأس. وصلت لأنه حرام